والرجوع الى الاصل اصل الحقيقه، لان المغرب التطواني ولا يعني ولا عندنا ماشي يعني اي مدرب تيكون تيمشي الفرقه ويمشي الفرقه اخرى. المغرب التطواني بالنسبه ليا ماشي فرقه، يعني شي حاجه اللي هي دخلت لي في، لان النجاح ديالو كله كان هنا في هذه المدينه هذه، والجمهور ديالها جمهور طيب اللي كيبغي الكره وتيفهم في الكره وكيعرف يشجع، وهاد المسائل كلها ان شاء الله هي اللي ربما كانت هي اللي غادي تحفز هاد اللاعبين ولا المسيرين ولا الاطور باش يبذلوا مجهود اكثر باش يرجعوا الفريق لهذاك المستوى اللي كان فيه. وان شاء الله احنا هنا عزيز العاملي ربما الامكانيات ديالو زاد طورناها الحمد لله، لان دائما احنا متبعين الكره ديال اوروبا وكنستافدوا من الكره ديال اوروبا، وتطوان فريق اللي هو عنده واحد الميول للكره الاوروبيه والاسبانيه، فاحنا هنا باش نرجعوا ان شاء الله هذاك المستوى اللي كان فيه وربما احسن. رسالتك للجمهور ديال المغرب التطواني؟ والجمهور ديال تطوان هو جمهور اللي عشاق الكره، تيبغي الكره يعني كيقدر يسمح في النتيجه ويبغي يتفرج في اللعب، وحنا هنا ولا كان هو عنده واحد الرؤيه العزيز العامري انه تيفرجوا، هذاك هو علاش يعني كاينين الناس اللي طالبوا بالوجود ديالي ومن هادي شحال، وكان ربما من هادي شحال نجي ولكن ما كتبش، وحنا كنوعدوا ان شاء الله بديك الكره اللي كيبغي وتكون بالنتائج ماشي غير الكره ان شاء الله. يمكن نشوفوا الفريق المغرب التطواني كيدير البطوله مع عزيز العامري المره الثالثه. وعلاش لا، لان الفريق المغرب التطواني فاش جيت كان في 2011 كان في هذه الوضعيه، يعني كان في هذه الوضعيه وصوفينا ليكيب، ومن بعد رجع الفريق القوي يعني السنه الاخرى، يعني من بعد رجع فريق قوي وفريق اللي خدا البطوله ولا من اقوى الفرق وطنيا، وهذا هو اللي كنتمناه ان شاء الله. ايوا اليوم ان شاء الله غتكون اول حصه، غادي نشوفوا اللاعبين ونتعرفوا عليهم ويتعرفوا علينا. حقيقه كاين اللي كيعرفوني وكاين اللي حقيقه غادي نشوفوا الفرضيات بعدا هي الاولى، باش نعرفوا شنو عندنا والطريقه اللي تجي مع اللاعبين ماشي اللي تفرضها على اللاعبين.